فكره اني اعرف نفسي فكره اني اتعرف على نفسي ما انا عشان اكون النسخه الافضل لنفسي لازم اكون عارفه نفسي الاول <applause> اعرف نفسي ازاي واتعرف عليا ازاي حلو الكلام ده طيب بصي هقول لحضرتك على حاجه هو تقريبا يكاد يكون العلم ما سابش حاجه الا وساعدنا فيها تمام بمعنى زي ما حضرتك قلتي كده وتفضلتي مشكوره انا عشان خاطر اعرف اعيش بالنسخه الافضل من نفسي فانا لازم افهم نفسي عشان اقدر احدد هو ايه افضل نسخه منها فبالتالي افهمها واحط خطه ازاي ان انا اقدر افعل نفسي الافضل ديت او نسختي الافضل ديت واحققها على ارض الواقع في حياتي ده بيحصل ازاي من استخدام يعني عن طريق تطبيقات وممارسات كتير جدا جدا ممكن الانسان يستخدمها او يعتمد عليها ان هو يستكشف ذاته ويستكشف نفسه آآ آآ زي بقى اختبارات تحليل الشخصيه وزي اختبارات تحليل تحليل, تحليل الذكاءات اللي موجوده عند البني ادم حاجات كتير جدا جدا اختبار القيم مثلا ازاي نقدر نعرف القيم بتاعتنا الحاجات المهمه بالنسبه لنا واللي مش مهمه بالنسبه لنا في حياتنا كل دي حاجات تقدر تساعدنا ان احنا نعرف احنا مين وايه احسن حاجه تناسبنا وايه اللي ما يناسبناش وازاي نخلي الكلام او ازاي نحقق الكلام دوت في حياتنا بشكل واقعي